يعني اروح اخد بس تليفون مهم. طبعا احنا عارفين ان الحكم الجامبي بكاري جسامة ولا هيبقى هو قائد التحكيم في هذا اليوم ان شاء الله مباراه الاهلي والوداد. معانا طبعا على الهاتف كابتن احمد الشناوي الحكم الدولي السابق والمحاضر الدولي. كابتن احمد مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن محمد. تحياتي لحضرتك. مساء الخير يا كابتن ايهاب. حبيبي يا كابتن الله يخليك. تحياتي لحضرتك كابتن. انه يعني بنتفائل دايما كده ان احنا نسمع صوتك كابتن. خليني اكلمك على المباراه الاولانيه بقى، يعني قبل ما اروح لبكاري الجسامه اكلمك على المباراه الاولانيه والاخطاء التحكيميه اللي كان ممكن كابتن ايهاب او استاذ ايهاب بيتكلم فيها من شويه، ان في كانت ضربه جزاء كانت حق للنادي الاهلي لكن لم تحتسب في هذه المباراه، اثرت يعني بشكل كبير على النتيجه. انا يعني طبعا احنا مش هنختلف في اللي انتوا بتقولوه مفيش، لكن انا عايز اقول ايه؟ احنا عايزين نعيش واقع. ما احنا لو قعدنا نتكلم مش هنعرف اللعيبه يعني تركز بقى في اللي جاي. يعني انا عايز تركز في الماتش، بمعنى ايه؟ الحكم اللي هو اللي جاي انا شايف انه حكم كويس جدا. يعتبر يعني افضل حكام افريقيا الا هو فعلا افضلهم. يعني هو اللي حكم لنا اخر مباراه صحيح امام الكونغو اللي هي كونغو صحيح. وبعتقد احتسابه ركله الجزاء يعني لم يحتسب حاجات ثانيه وكان ضغط جماهيري عليه، هو ده الشيء الوحيد اللي احنا يعني بعتقد انه هيخلي المباراه هتبقى فير، يعني يكسب من يستحق المكسب ويخسر من يستحق الخساره. لكن الاخطاء التحكيميه ما اقدرش اقول انها هتتوقف، ممكن يحصل خطا، ممكن يبقى لصالح الاهلي، ممكن على الاهلي، لكن نتمنى الا يحدث خطا تحكيمي مؤثر. حقيقي. ده اللي يهمنا. طيب بتشوف الحكم بقى القادم يا كابتن السيره الذاتيه عنده عامله ازاي؟ هل هو فعلا احق ان يبقى متواجد في نهائي كبير زي نهائي دوري ابطال افريقيا؟ يعني من وجهه نظر حضرتك يا كابتن. الحكم ده خلي بالك يعني اتشاف، يعني انا كنت يعني انا اللي رايته في اول مباراه لي كان تعين في نهايه 2009 في تونس، رايته كتبت فيه تقرير كويس حطوه، بدا اديله ماتشات في 2010 لي، راح الشام من 2011 لحد النهارده ما فيش بطوله ما شاركش فيها. يعني على مستوى الاولمبياد على كل المستويات اداء غير يعني من كاس عالم قارات انديه مش عارف ايه امم افريقيه كلها شارك فيها من هذا. فالحكم خبراته يعني عنده الخبرات اللي يعني التي يعني زي ما تقول تفيض كمان. عنده لياقه بدنيه جيده، عنده شخصيه ما بيتاثرش، احنا شفناه اللي انا بقوله شفتوه معايا في ماتش الكونغو. انت حسيت ان الحكم ده الجماهير والضغوط الحكم ركله الجزاء اللي حسبها ركله جزاء ومش صحيح الجزاء. طبعا طبعا في الدقيقه الايه؟ في الدقيقه الاخيره قبل الاخيره من المباراه الوقت المحتسب بدل الضايع احتسب كل حاجه بدقه وبحياد. وده اللي انا عايز اقوله، دايما الدقه والحياد دايما يكسب من يستحق المكسب ويخسر من يستحق الخسر. طيب كابتن رسائل حضرتك ممكن تديها للاعيبه النادي الاهلي في مباراه مهمه زي كده خاصه بالتحكيم، يعني بالنسبة لوجود حكم زي ده زي ما انت بتقول، الرسائل اللي ممكن توجهها للاعيبي النادي الاهلي في هذه المباراة؟ انا عايز اقول لهم ان هم ينزلوا ما يفكروش في حكم المباراة اللي فاتت. ينزلوا مباراة جديدة بيفكروا في اللي قدامهم والمباراة دي ايه والحكم ده. طبعا هم انا مش عايز اقول هم عارفينه اكيد يعني، فخلاص يعني بقى عايزين عندهم ثقة. انا بعتبر ان وجود الحكم ده هيخلي اللعيبه تهتم اكتر باللعب الكره، وده يديهم فرصه ان هم يبقى عندهم التنافس على كره على الكره وعلى اللعب، يديهم الفرصه في ان كانوا يكسبوا يكسبوا. فده اللي انا عايز اقوله، ده مهم جدا ان ثقه اللعيبه ان الحكم هم بين ايادي امينه هتديهم الاخطاء وتديهم حقوقهم في الملعب التحكيميه. بعتقد ان هم هيخلوا اللعيبه اكثر تركيزا في لعب الكره والحاجات دي كلها. شكرا كابتن احمد. طبعا احمد الشناوي حكمنا الدولي السابق والمحاضر بالاتحاد الدولي. استاذ ايهاب خليني